الاتحاد الاوروبي مع شركاء نحكي ونتكلم عن دورك ونتكلم عن مواطنه. طبعا كان موضوع مهم جدا بالنسبه للاتحاد الاوروبي. انا شفت الفيلم بتاع دورك, انا قلت للجمهور موجود هنا انا مستغربه, مش مستغربه واكثر يعني مبسوطه جدا بهذا الموضوع, انه يعبر عن اهميه المواطنه, اهميه الحوار. الحوار بالنسبه للاتحاد الاوروبي الوسيله الوحيده ان احنا نصل لحل مع بعض. فالطريقه اللي دورك عملت بيها الفيلم النهارده يعني عجبني جدا, وان شاء الله نتعاون معهم تاني مع انا لينت فاونديشن وكل شركاء موجودين النهارده في لبنان من بلاد مختلفه, ايضا من مصر, من لبنان, من الجزائر, تونس, اتسترا, كل البلاد بالنسبه لنا نحن شركاء مهم جدا, وكما قلت مصر ايضا للاتحاد الاوروبي. شكرا لكم.